The fastest measured pitched baseball left the pitcher's hand at a speed of 47 meters per second. If the pitcher was in contact with the ball over a distance of 1.5 meter and produced constant acceleration. يبقى عندنا المسافة والسرعة النهائية والابتدائية طبعا بصفر. What acceleration did he give the ball؟ عندنا ال v النهائية تساوي ال v، هو عايز المسافة يبقى نقول ال v تربيع يساوي ال v نوت تربيع اللي هي بصفر زائد اتنين ايه اللي هو عايزه في الدلتا اكس اللي هي المسافة. طيب 4 7 تربيع صفر دي المطلوبة، المسافة 1.5 كده نقدر نجيب الاكسلريشن بالمتر بير سكند سكوير. ده البارت الاولاني هنحسب. بيقول how much time did it take him to pitch it. طيب احنا عندنا السرعة النهائية تساوي السرعة الفدائية زائد ال A في ال T، بس كده هنستخدم ال A مش عايزين نستخدمه. طيب عندنا مسافة ابتدائية ونهائية، مسافة وعندنا سرعة ابتدائية وعندنا سرعة نهائية الاتنين معروفين وطالبين الزمن، يبقى ده أحسن عشان ما استخدمش الأكسلريشن. عندنا صفر وفورتي سفن والمسافة 1.5، يبقى كده أجيب التي بدون ما استخدم الأكسلريشن. تعالوا نحسب. هقول كده 4 7 تربيع تقسيم 2 في 1.5 يعني 3، طلعت الأكسلريشن رقم كبير 7 3 6. طب هنا 1.5 في 2 يبقى 3 تقسيم 47 يبقى تي 0.064 سكند. لو انت عايز تتأكد بس فور تشيك كده لنفسك، فور تشيك تقول كده السرعة النهائية مش بتساوي السرعة الابتدائية زائد الـ A في الـ T. طيب الـ A الـ T اهي، والـ A حسبناها 7 3 6، فلو ضربت ده بده وطلع 47 يبقى احنا صح في 7 3 6، فطلع 46.98 يعني 47، يبقى كده كلامنا صح. مش محتاج تشوف الطالب اللي جنبك ولا تشوف ايديك ولا تغش ولا اي حاجة، يبقى كده بالحلال.